ولا سيار مجنين وحلقه جديده. واليوم يا حبايبي راح نلعب لعبه، راح نفتح فيها فندق، راح يكون ان شاء الله عندنا فندق اسطوري. فيلا يا جماعه خلينا نبتدي مع بعض في اللعبه. فكره اللعبه انه محاكي فندق، كيف راح يكون؟ خلينا نشوف مع بعض. اوكي، هاي البدايه حقت اللعبه. طبعا اقدر اني امشي بالطريقه هذه. اول شيء اللي محتاج ان انا اسوي، اتوقع اني خلينا نشوف ايش قاعد يصير. دقيقه، اوكي، في بنت جتنا انها جايه للفندق اتوقع، فقلنا لها انها تروح للغرفه حقتها. حاليا الغرفه محتاجه تنظيف، فانا الحين راح ادخل الغرفه بحاول انظفها. اول شيء نجي هني ننظف الدريشه او نعدل الدريشه بالاصح، نرتب المكان، نرتب المفروض المنطقه اللي هني نرتبها. رتبنا السريع على السريع، فخلصنا من اول مهمه عندنا. حاليا انا اقدر اني اشتري هذا الشيء. اقدر اشتري، دقيقه، اوكي، اقدر اشتري، ادفع الفلوس اللي موجوده عندي علشان اضيف غرفه ثانيه. بعد ما اضفت غرفه ثانيه، في شخص حاليا اللي هو هذا اللي نقدر ناخذ الفلوس هذه. خلينا ناخذ الفلوس، اخذنا الفلوس. الحين في اشخاص ثانيين حابين هم مثلا يجون للفندق حقنا، فهذا اول شخص، او هذا هاي البنت، وهذا حاليا. فنقدر الحين ناخذ الفلوس مباشره، نشيل الفلوس على السريع. بحاول اجمع فلوس. دقيقه، إذا بضيف غرفة أخرى لازم أدفع 50، لو تلاحظون في رقم هو 50، فإذا ندفع الفلوس حاليا اللي موجودة معانا علشان نضيف غرفة أخرى. فكل ما أضيف غرف أخرى كل ما راح يزيدون الناس اللي عندنا. خل نرتب الغرفة على السريع علشان يجون الناس اللي بعدهم يستأجرون الغرفة هذه. نروح للسرير، حلو، رتبنا السرير. طبعا بعد شوي أكيد راح نضيف موظف يشتغل في المكان، يعني شخص يكون شغالنا ينظف للأماكن، فيسهل علينا عملية الشغل حقنا. بس بما اننا توني فاتح المشروع فانا تقريبا اسوي كل شيء موجود. اوكي، فيلا حياكم. اوكي، الحين عندنا ثلاث غرف، هذا اول شخص، ثاني شخص، وثالث شخص. نشوف كم المبلغ حقنا. المبلغ حقنا تقريبا 32 دولار، مبلغ جدا جيد. ثلاث غرف، واوكي خلاص الحين وقت ان انا انظف. فاتوقع اني بحتاج الى كم، يعني بنحتاج للعدد. في اشخاص يخلون لنا فلوس يعني، فنقدر ناخذهم بالفلوس حقتنا الزين، بس راح يخلون لنا مبلغ جدا بسيط، يعني ما راح يخلون لنا مبلغ جدا كبير. ننظف الغرفه هذه على السريع. اوكي، ننظف هني، ننظف المكان اللي بعده. خلونا نحرك الى هذه المنطقه وهم ننظف. يلا نروح فوق، نروح فوق ان شاء الله. ما خلينا فلوس، لا خلينا فلوس، خلي في الزاويه هذه لنا فلوس، يعني مبلغ بسيط جدا، يعني ممكن يفي بالغرض. حلو، الحين يلا خلونا نقول لثلاث اشخاص اضافيين يجون للغرف. حياكم، تفضلوا. اوكي، اللي بعده، حلو، حلو، هذا المبلغ كامل ناخذه. صار عندنا 68 حاليا، خلينا ننتظرهم على ما يخلصون امورهم. في ليفل 2، اتوقع ليفل 2 ممكن يفتح لنا اماكن اضافيه. اوكي، خلت لنا فلوس، هاي صار عندنا 70، اتوقع قربنا نوظف لنا واحد ينظف. الشخص اللي ينظف، وات، شنو هذا؟ على بالي اني راح اصلع على طول، طلع لا، طلع اني لازم اسوي شيء معين. اتوقع اني اشوف اعلانات تالي ممكن ان انا اخذ الفلوس ذيك. فلو كانت الفلوس يعني مجانيه كان بيكون شيء جدا رهيب. اوكي، تركت لي فلوس البنت اللي كانت هنا او الولد ما ادري. المهم نكمل مع بعض على السريع. فالحين انجي لهذه الغرفة، صار عندنا 78 دولار. نرتب كامل، نرتب بعد السرير، والحين راح نجيب ناس اضافيين، وبعدها راح نشتري ان شاء الله منظف راح ينظف لنا على السريع، فبصير بتصير شغلنا اسرع شوي. اوكي، اول شخص، ثاني شخص، ثالث شخص. اوكي، ناخذ الفلوس. بعد ما ناخذ الفلوس اخيرا نوظف لنا احد ينظف لنا المكان. ايوه، فصار عندنا حاليا منظف. اوكي، فانا اجي هني انظف، نساعد مع المنظف اللي موجود عشان شغلنا يكون صاروخي جدا جدا جدا. فنظفنا هني، حلو. شنو الشيء اللي بعده؟ الشيء اللي بعده الله يكرمكم، ممكن احنا نضيف يا حمامات نضيف غرفه اضافيه. فانا اتوقع ان نضيف غرفه اضافيه، ما اعتقد الحمامات بفلوس، والله اعلم، مو متاكد، فبشوف حاليا. بنظف عنك، بنظف عنك. اوكي، نظفنا على السريع، الحين عندنا مبلغ جيد. فاذا نجيب الناس، حياكم. اوكي، اول شخص، ثاني شخص، وثالث شخص. المنظف بعد يحتاج راح يساعد، احس 62 حاليا المنظف يحتاج راح يساعد، لان احس اوكي صعب يشتغل لحاله، صعب. لازم اساعده عشان شوي نكون اسرع. نعدل هني ونعدل على طول الاشياء هذه. نروح على السريع فوق، نظف، هات الفلوس، صار عندنا مبلغ يعني نوعا ما جيد. هم ننظف هني، لازم في المستقبل نوظف لنا احد يقول للناس. دقيقه، انا اشوف فلوس في كل مكان، ما اقدر يا اخي، عطني الفلوس مجان. يعني ما راح يعطيني الفلوس مجان، مستحيل.
سبع المستحيلات. فجيب اللي بعده اللي بعده وهم اللي بعده. كم المبلغ هذا كله؟ خلنا نشوف. 96. صدقون يا جماعة شكلي بسويها وبضيف الله يكرمكم حمام. خلنا نجرب خلنا نجرب. أوكي ضفنا حمام. الحمامات هذيلة وات؟ لازم نجيب الله يكرمكم مناديل حق الحمامات. يعني نجي بالطريقة هذه ناخذهم. كيف الحين أخذنا؟ لازم أجمع لازم أجمع. أيوة جمعنا ثلاثة. فناخذ الثلاثة هذيلة ونروح. والله أتوقع أن هذه إذا اشتريناها، لا دفعت فلوس، هي لو اشتريناها راح تخلينا نسرع عملية التنظيف. عملية التنظيف عندنا حاليا جدا بطيئة. فأنا أقدر أجي الحين أقول لأشخاص يجون، أي شخص يجي. أوكي على السريع المنظف حقنا قاعد ينظف. خلينا نروح للغرفة الثانية ننظفها. نجي هنا ناخذ الفلوس ونبتدي ننظف الزيادة. ما أعرف حتى هل الله يكرمكم الحمام راح يجيب لنا فلوس ولا لا؟ المفروض يجيب لنا فلوس، يعني المفروض، يعني مستحيل الموضوع بالطريقة هذه. بس مجرد إنه مجرد الله يكرم حمام ما ينفع، لازم لازم نحصل فلوس من الموضوع. ناخذ هذيلا نروح نشوف. صح حمام يطلع فلوس. جهني داخل الفلوس اللي موجودة ببساطة. عندنا الحين 66. نقدر نجيب الشخص اللي بعده ناخذ الفلوس. شو راح أسوي الحين؟ اتوقع افضل شيء ممكن اسوي الحين نزيد سرعه الموظفه حقتنا. فراح اجي هني وبحاول ادفع الفلوس هذيل كلهم اللي عندي. ادفع 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 ادفع. باقي كم؟ باقي 48 حاليا. يلا يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده على السريع اللي بعده على السريع. خلينا ناخذ الفلوس هاي اللي موجوده. تقريبا 10 دولار قليله جدا، بس ما عليه. بحاول انظف الحين هني المكان. نظف وشيل الفلوس، نظف وشيل الفلوس. اتوقع ان لو جيت بنفسي انظف يكون افضل. خلينا نشوف. لا والله ما اخذت الفلوس، لاحظتوا؟ ما اخذت الفلوس. اوه الحمام يطلع فلوس زينه. اوكي صار عندي 94، فالحين نقدر نزيد سرعه المنظفه. شوفوا كيف طورناها. الحين لما طورناها صارت اسرع. انا اتوقع اني بشتغل على موضوع المنظفه الحين، بخلي المنظفه تصير حقتنا سريعه. او بالاصح اقدر الحين اوظف شخص يكون هني في الريسبشن. كيف؟ ان اذا تنظفت الغرفه اوتوماتيكي يجي شخص ويدخل الغرفه اوتوماتيكي. فهمتوا يا جماعه؟ اتوقع هذا الشيء اللي الحين بشتغل عليه. فيلا خلينا ننظف. كنا قبل شوي كان في فلوس هني. اوكي الفلوس موجوده الحمد لله. نشيل هذه ونعدل هذه. اوكي المنظفه المفروض راح تنظف على السريع. خلينا نطلع. اوكي نجيب اللي بعده. ندفع هني، ندفع مبلغ بسيط جدا دفعناه. خلنا نجي ناخذ الله يكرمكم مناديل حق الحمامات. ايوه 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 اوكي اخذنا على الطيب منهم. والحين نتوجه للحمامات، لان الحمامات اتوقع طلع لنا فلوس رهيبه جدا. اوكي هات الفلوس هات الفلوس مو مشكله. خلنا نرجع هني بس اساعد في التنظيف. اوكي الحمد لله المكان صار نظيف. نجي هذه الغرفه ننظفها. نظف دقايق. تنظيف سريع تنظيف سريع تنظيف سريع تنظيف سريع. يا سلام. اوكي روحي نطفي هناك فوق. خلنا ندخل ناس هني. واحد اثنين حلو دخلنا ناس. فلوسنا 86. هاي فلوس زياده. واتوقع الحين راح يكون عندنا شخص في الريسبشن. يا بالحين تغير الوضع. الحين الناس راح يدخلون بشكل اوتوماتيكي، فانا اقدر انظف الحين ويصير الوضع سريع سريع جدا. شوفوا كيف اقدر انظف الحين. في شخص اوتوماتيكي راح يجي ويدخل الغرفه هذه بدون ما انا اجي بنفسي واقول له تعال للغرفه. فهمتوا يا جماعه؟ ننظف نساعد المنظفه حقتنا. ايوه ايوه خلصنا. يلا اوتوماتيكي اوتوماتيكي. شوفوا توني توني قبل شوي منظف صح؟ الحين في شخص جاء وخلص من الغرفه وجا شخص بداله. فمثل ما تشوفون الوضع الحين صار صاروخي. خلنا نروح اخذ الفلوس اللي موجوده هني. شيل المبلغ، مبلغ جدا كبير. نحط المناديل في المكان. الحين راح ازيد سرعه المنظفه. كيف سيد؟ نجي ونحط الفلوس هي كلها قد ما نقدر. حطينا مبلغ طيب. اوكي نرجع الحين نرجع خذ الفلوس هذه. خلنا ندخل بس الغرفه لان الغرف فيها فلوس حاليا. يصير ادخل؟ اتوقع انه ما يصير ادخل الغرفه اذا فيها احد. فنرجع هني قاعده تنظف. كفو كفو. اوكي انا بجي هني انظف على السريع. نظف هم نظف هني.
وهم نظفني. اوكي اللعبة حلوة، اتوقع يمدينا ان احنا نطور فيها تطويرات اسطورية مع الوقت، تطويرات بطلة. افضل تطويرة حاليا احس انها راح تكون تطويرة التنظيف، يعني الحين خلنا ناخذ الفلوس هاي كلها. اوكي 80 مبلغ جدا ممتاز، نجي ونحطه هني. حلو صار عندنا حاليا او باقي 18 بس، باقي 18 نظف وهم نظف في هذا المكان. كفو. اوكي اقدر اجي اخذ الفلوس، اخذتهم صار عندي 6. تعال هني حمامات الله يكرمكم، وضعهم مشي حالك مو افضل شيء. ناخذ الفلوس هذه 6 8. الحين راح انزل، راح اجي اخذ الفلوس هذه وبس. الحين التطويرة الجاية هذه هي تطويرة ان المنظفة حقتنا تصير اسرع واسرع واسرع واسرع. شوفوا كيف الحين طورناها، الحين صارت صاروخ المفروض. فالحين في التنظيف بتكون سريعة جدا، يعني حتى انا ممكن ما احتاج اساعدها، او يمكن احتاج اساعدها مو متأكد. على اي حال اتوقع اني راح اوقف هني. اتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر اللايك اذا تبون حلقة اخرى من اللعبة، ونحاول نطور الفندق حقنا اللي افضل تطويره ممكن. اشوفكم على خير ومع السلامة. اللايك امره مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.